Good morning, girls. How are you? I'm fine. ما شاء الله يا ربي. ها؟ You scared? I'm scared. والله. I'm scared. Good morning. Good morning, sir. How are you? الحمد لله. Everything is good? Good. Perfect. تروح اليوم بشرف على الريوب مال البطالح شو يسوون شو ما يسوون ها عايروني كل حد يقول لي ليش تحط ست ابوي انا ما احط ست اقول لهم حطوا سبعه وهم ينسون قلنا لكم بس من المعاير تغلط وحليل هالفقير ما حد يغلط يعني ها اليوم عاد انا برويكم ها ها طالع عماركم اول بعد يجلونها ها شو ايش قالت غيرها حمرا هب محرقه عاد يعني في اطراف حقها شويه حريج العرب كلهم ابوي ليه يجلون الحلوم ما يجلونها وايد انا احبها تتخرفش يعني مستوي زياده ويحطوا لي الجبن يعني بطريقه كثيفه يعني وايد يعني تول ما بشيء بسيط هيل بلية شيء ويدرون ابوي من فوقه زعتر اللي هو الزعتر هذا هذا الحين نعناع اول نعناع اول بعدين نعناع الحين بخبرها شو هالنعناع هذا حطوا النعناع هذا ها شو ايش قاي كثري عاد نعناع يا ابني التفويد اول بادي كثري نعناع ويوم ينذر عاد فوق الجبن يكسونه تبن ريحته من تيه من حد يكس النعناع تبن وتازن طالع عماركم ريحه النعناع المجفف تفوتخ من يوم يكسونه ظهرت ريحته يردون عاد يحطون عليه درون عليه من هذا ها زعتر زعتر لكن ما بزعتر الخضر هاي يسمون دقة يلا حطي هذا أي ستين وأنا عيبني خلوا يكودون يعني أنا كل عيبني التكويد كيف الأشياء هاي كلها أشياء فيها فايدة يعني كل تول الشيء الجليل ما يوزي سبحان الله زين لحفوا هاي على ربيعته وركبوا هاي المعالي يلا سكري عادة لازم عادي غادي قرص واحد ويبطي عادة حين يخلوني يعني فترة ما ادري كم دقيقة وعقب يحط يطيبوا لي ياوي الحليبة وهاي حليبتي ما يسوي زوم بعد شوفي فرنش الحليب حليبة انت ملك شاي او هيل صفرة بعد ثانك يو فرنشا ثانك يو ثانك يو ماي دوتر زين شو الراي اليوم تفي زيارة حوي ولا يجلس في الخيمة انزرب داخل انزرب في ابوك بس علي من الخيمة طول القيض ولا فيها ذا تيبل هير اند برينج اند برينج ات هذا عاده بعد التحضير ها Hey, bring the coffee. Everything is here. خلاص. No anymore inside. Every morning here. Thank you. Why you scared? قبل شوية. لا, because you come and do like this, so I was not expecting that sound. Thank you. Why? For what these tablets? For the tonsils. What you mean? It's the antibiotic. Antibiotic. Thank you. شو عاد عقب ما يظهرون هايك المكينة اللي ترص عليه يغدي ها. حمر بطنه وظهره وداخلها السامان خراوشين كلها اللي داخل تعيدونها ولانها الجبن مقلايه فيازم قوامها ناشف داخل ما تنعصد وتسيح لا الحين سامحوني بارك الله فيكم بين سحينه قرمه ويغمه قرمه ويغمه يلا في مال الله قلت طال عماركم بشاتيكم بواحد من الفلورز قايل لي والله انت ما بقايل يوم بتظهر يوم ما بتظهر ايش مظهر انك اليوم قلت له عاد برد عليك في الستوري الحينه انت ما بلازم تطالعني انا ما حد مكلف عليك ولا حد بعزر عليك تطالع هب لازم لك لا تطالع
هذا طالع ماركم اولا وثانيا انا قايل البارح مار البارح تراني ما رمست الصبح بس قلت صباح الخير عنب هذا جاي يسلم اعراض رشق عنبو حد من العرب يجلس لك على الصراط المستقيم يدور عليك ادنات الدون هاي والله مصيبه لهالدرجه فاقه شيء امور وايد ابو الواحد يبحث فيها غير هاي ما اكثر المسجات حد يرتكز روحه حد يسيت قهوه روح قلت نعم انا ما بلقط فريجي بقول لهم تعالوا ابوي تفيزر وعندي تري قوي لسو ما في هذا اولا ثانيا ابوي مالي بارض يجمع خلق الله وقم تعال تفيزر وعندي شباهم مالي خص في العرب انا وتعالوا يلسوا عندي الله سبحانه انزين اعتقد والعلم عند الله ان اليوم يا انهم بيعطنون ولا بيضون واحد من الاثنين يا عطنه يا ضويه والعلم عند الله سبحانه وتعالى اها وجواب استباقي رد عن الملاجيف حد ما يدري بهل متبيون هي نعم ما ادري ما يخبرون فيحيدوني راعي محاته لو خبروني بين سحاتيهم وبالي مشغول عليهم متبيون وحاتيهم الطرق والخطوط والشاحنات وحتى في سيرتهم يوم سارين الدمام ما خبروا هاليتنا لي في الدمام ان نحن بني الساعة الفلانية ولا اليوم الفلاني عبدوا عليهم على غفلة اليوم المطبخ شيء عجلة فيه عجلتهم وحدة تحيدون الذوابة وقفت وحين ابو ياسين رجبون الذواب جديدة يقلون البزرات ايوه ما فوق يلا فوق نساف هذا يقولون ما يحطون بزرات هاد الدويات كم كثرة هذا اللي بس اللي الان وينك وين بعد باجي كل ودي ابوي انا اشرف عليهم ابوي بالحماس والتهنهين والخدمه كلها وخلاف عاد ابوي اخر شيء الحقنا على الفاينل يا الله تكافينا شر جهنم يارك الله يا حفيظ يارك الله هذا حين ابوي خلص يلا تشبه كامل ايوه يارك الله يا حفيظ يارك الله سلم شوف ان احنا هذه نقلابها بعد البزار ترى بالطريقه الاوليه ما ادري كم عمرها ما ادري كم سنه من سنين هاي طالع عمركم من صفر كامل تحيدوا لي يخدموا بهن الحلوه هاي اللي يخدموا بهن الحلوه بالضبط يلا يا حين عاد وقت السنوت بس يلا رشي يلا عاد كمل يدقدقوا وحينه والله انت حينه تخبر العرب في طريقه خدمك بيتعلمونها ابراهيم يتعلمونها لو بيتعلمون ابوي في نعم ما بكل شيء ها يوم اقول لكم ها شوف از ات هيفي؟ يس وايد لو شويه؟ ها ايه بعد يلا نزلي بنت ريا بعد لين يبرد ومن يبرد ودوه ابوي يطحنوه ويعني شغلته طويل عريضه كل شيء ابوي ما شيء هين كل اللي يبالي وقفه وتعب يلا مع السلامة حفيظ Thank you very much يلا باي سام تعاد الحين ابوي مش عاويط والدخنات دخنات ريج سنوتي ليلان وطحنت الزمان كلها الحين برد اصب على عمري ودي ثاني ما حد يروم يسبح في خلال ساعتين وديتين انا ابو محموم هاكل محموم كل دقيقة صبوا عليه ما كنت ادري اني بدخل المطبخ هاشخاخ طال عماركم اشخاخ الكبار هل الوحدة توزن تقريبا 2 كيلو 2.5 كيلو ان شاء الله كان الله يجعلنا بالحين برويكم اياه ويغدي ما شاء الله تبارك الرحمن الثمر اكثر عن الورق وكل وحدة كيلو وين كيلو ونص اقل شيء كيلو الا ربع اقل وحدة وان الله جعلنا من الحيين وياكم ان شاء الله برويكم اياه وتغدي هاي يوم وقت تزهير يزهر تدرون متى ويا نبات النخل من يطلع النخل ابتدى وقت التنبيت بيضت الدنيا هالخضره تشوفونها تغدي غبه بيضة كامله غبه تغدي عاد ريحه البيت كلها ورد الورد هذا مال اللومي ريحته خنينه شرات الاسمن القوي فيازم ريحه حوينا كامل بكبره ريحه تفوتك خاصه من يجي المغرب عاد يا سلام سلم وين تفيزر هنا قربه من مره شو تسوي انت؟ بتزرع حينه هذا الموسم حينه؟
ايه ما شويه بس. هنا متى بتبتدي تزرع انت؟ جرجي هي هي جردي رويد علينا زرعت خلاص حطيت؟ ما شاء الله عليك بارك الله فيك. اصبر عيني بس شهر ان شاء الله بناكل منه؟ يعني هذا كم 10 يوم باقي؟ هي بس كسبرا بدون الجرجي الله كريم يلا تحيينا. لين اي شهر بعدين خلاص؟ شهر 4 بعدين خلاص كنسل؟ اي والله يجي حار حضرت عليك تاوه قول امين. امين شكرا. شخاخ هذا قبل تقريبا 20 سنة ميوب لنا شخاخ من الحسا ويازلي وشليت من البذر منو بعد ذاك يا ربي. انزين طال عماركم وتحيل القويطيات هاي اللي صار السود بذارتهم فيه انزين والله ونبتن استوون على طول 3 رايبات وتحيدون انا بعد ما اخلي عندي شيء لا يرد ولا يريد ما تبات الفقيرة وفي بيت تبخيرة المراد جسمت على الفريج كامل خليت حق عمري المرأة طال عماركم شو اللي سويته عاد عقب غرسته في الأرض وشبت غدا حرمة كم كبرها كمل الدهر عندي شيء طال عماركم يسمونه التطعيم هوائي الغصون مال الشخاخة الغصون هاي تشوفونهم لكن لازم يكون واحد دق الصبع تقريبا. اسميني عيال أبوي ما ظهر كان بالي سبربر وياكم هالكثر. انزين شوف مثلا على سبيل المثال العود هذا ها العود هذا ينقص منه هالطويلو قياس حوالي 3 رايبات يحسرون البني هذا حسروه وشلوه كامل. انزين من يشلون البني هذا تازم هاي العكرة هاي موجودة في اللم العكرة هاي الركن هذا موجود في اللم ما يقصونه بس يحسرونها تشليه. انزين نشوا عقب يابوا من التربة هاي التربة الزراعية السوداء اللي يبيعونها اليونية بمية درهم يونية كم كبرها 100 كيلو فيها ظني وحطوا كوود شي قفة ولفوها بيونية زين ما زين وفوق اليونية طال عماركم لفوا ألمنيوم هذا الستيل اللي يلفوا به الوعيان. ليش؟ أنا بخبركم ليش السبب. لأن المنطقة هاي أكلمكم بشيء صدق يعني ما بمسخرة. إنزين المنطقة هاي بتحس عبرها أنها بتموت فشو اللي بتسوي؟ تصير طال عماركم بتضرب بعرج في التربة هاي الخيبة تخيب. انزين فمن تصيرون وتلفون الورقة هاي المنطقة هاي باللي قلت لكم عنها تازمون بإبرة هاي اللي يضربوا في اللوات المكان هذا مثلا حق العود هذا يبقى إبرة يوم مثلا الاثنين وإبرة يوم الخميس ما تضربونها داخل الإبرة ما توصل داخل في اليد توصل الإبرة بس في التربة يسمونه تطعيم هوائي فتازم بقع خرسانة ويضرب المكان هاي يضرب بعرج في اليونية وفي القرطاس الألمنيوم. انزين ليش بتقولون قرطاس ألمنيوم؟ قرطاس ألمنيوم عسب اليدع هذا يحس بالظلام والعرج ما يضرب في مكان فيه شمس لازم ظلمي. يتريون طال عماركم ما يقارب 2 أو 1.5 شهر لكن هذا موسم الحين على فكرة اللي بيسوي الطريقة هاي يوم عندك شيء ضروري تسوي وشيء شيرة تبى تكاثر منها هذا وقته فتصير الله يسلمك عقب 2 شهر ما كملت لكم ثرني. عقب 2 شهر شو تسوي انت الحين هاي هني اليونية وين ملفوفة تقص من العكر هذا ينقص قص ابدا عن بكرة ابيه من تقص البقعة هاي وين صبعي العروق هني ضاربة وهذا كله كامل عود ترد بعد قصة من فوق شويونة يكون عادة انت مزهب قويطيات وتدرسن داخل تحطهن داخل القويطيات بعرجهن وتازم تسجيف القويطيات ها شوف مثل القويطيات هاي لها مثلهن تحطها في النصيفة ويصير ويضرب تغني شيرة عود. شوف الشيرة هاي مثلا الوحدة تروم تسوي منها 1000 حبة كل وحدة حوالي 1000 تروم ترتب وتجسم وين تبى العام وعام الأول والله سويت كان عندي والله مزارع هابريح ولا هذا يبوك منطحن ما عنثرة شوف ها شوف ايش قال يتختل هذا وين عنثرة يسوي شيء منطحن طحان قادي خبز بلبن ها ذوب الرصاص بادوب هذا اللي يقولون عنه ذوب الرصاص هذا يبيزخ دياي حين ما برايم مرة دلاق وخرسان يلا لا بليتنا
او انه بيزخ دياي حين من الصبح. الحين احنا بنزخ الدياي وين عادي علينا بيت ايراننا. ومادت لنا ودا تبى تاكل البذر مال الرويد. ما ربله خله تسلط. خلها اشوف. زهره ما ودها بيت اهلها. ودها. بيت مال هو؟ هي بيت مال هو منو؟ دياية منو هاي؟ مصري. مصري علما من مصري. يلا نقفل. اربع. اربع. انزين عاد الحين اصلا نسيت كل اللي قلته، ما ادري ابي وين وصلت وما في يرد على الستوري، لكن ابوي هاي كل السالفه. طال عمرك من النوع هذا، النوع التطعيم الهوائي يشيخ في الحمضيات. يشيخ في الشو الحمضيات اللومي بنواع والبرتقال بنواع. وتدقون تقدرون تدخلون على اليوتيوب تكتبون في اليوتيوب التطعيم الهوائي وطريقته. مليون واحد بيفيدكم بارك الله فيك. انزين اخبركم عن السالفه هاي. الحين ياسر ولد خالي، ولد خالي محمد بن سعيد بن خديه جاي من دبي لين وياي طال عماركم بيت خالتي هني وين قلت لكم تحيدون فريج التيار. انزين وعلى اساس ان بتلاقى وياه الساعه 9:30 يوم عد ابوي الساعه 10:30 لانه داق لي خالد انت وين؟ انا لي ساعه وترياك يا ابوكم نسيته اول مره انسى. دق لي تليفون عاد وتشرح عليه مش شرح علي عذرني قال برايك ما شيء مشكله حلفت لمليون يمين اني نسيت يعني وقال لي ما عليه ودي ثاني بنتلاقى. وعبر لسناب ابوي اطلب السموحه منك يا ولد خالي يا ياسر يا ابن محمد بن سعيد بن احمد بن خلف بن خديه يا الغالي عزات ابوي ما ظهرت اليوم لين الحين اقرا السنابات هالمسجات اللي يجيني لا واحد تو يقول لي ما بواحد وحده اظني انا ما اعرف شو الاحرف او ان الحين تو وحده مطرشه مسج بلاك ما تلبس بشكارات القفازات وليش البسن قفازات يديهم فيهن قرح ولا ثواليل ابوي انا وكلي على الله والله هم لك بشكاراتي هاي من 15 من 20 سنة شيء منهن عندي ولا حد انضف عنهن ولا علي باس. وحركات الملاقة هاي لبسوا قفازات كولي هاي هو من رقعة كولي هاي من السكة ما بكولي هاي من السكة هاي بشكارة مربنهن تعب وانضافوا زينات وخيرات من هالكثر سنة وراضي ابن وراضيات ابنة بعد رضينا بالبلا والبلا ما رضى ابنة هم مشكل انتو. انزين عاد بس عليكم الحين من الهدربان بسير اتسبح واتلبس وادي ثاني من يدي ويديد وبركب ابوي طال عماركم المبروك النسمو وبرمس وياكم. انزين شوف الساعه كان وحده والله لين الحين ما ظهرت الحين بخبركم شو اللي مخرني الحين برويكم شو التصوير لكن مبعيد شفت اللي مخليني ما ظهرت اليوم هالمريال العود هالمريال تبارك الرحمن هو لي مخرني شد حي اي حفيظ الساعه كم يسوي نار صباح الساعه 9 متى يسوي بند كله الساعه 9 12 ساعه ايوه بارك الله فيك مساكم الله بالخير كيف حالكم حد يروم يظهر من بيته من عقب الساعه 1 الحين ظاهر الحين متبرد متبت غدا اليوم عاده اليوم طال عماركم كانت عندي شغيلات في البيت وعندك ودونك وشفتوا بعد ما شاء الله المريال وقبل البزرات يعني مردفيسه والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد طلع سهيل وبردت الدنيا وحين ابوي عاد دخل وقت المقناص بارك الله فيكم وحد يسميه يعني المقناص الصهري ويا غير هو طال عماركم من شهر 9 لين اخر شهر 2 قايته هذا ويعلى الله ييسر امورهم ويحفظهم المعازيب اللي طاروا البارحه من دبي جدا المقناص يا رب العالمين وعسى الله يرزقهم الصيد ويقيده بقيد ويرزقهم ان شاء الله الشيء اللي ما كان في الحسبان يا رب العالمين كلكم انتو يا الفلورز قولوا امين ترى هاي ابو المعازيب وليه ما في خير المعازيب ما في خير لا لهله ولا لنفسه وعسى فروخهم يستفصلن
وجرانيس بيطلعن ويصيدن الصيد الوفير الخروب الكبار بعد ما بالخروب العاديات لازم الكبار. يا مساكم خير ونور وسرور، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا من السماء للماء، بارك الله فيكم. خريري فتني على الله يحفظكم فيما يختص في منو الحساد اللي ما عندهم مهرة إلا مطالع العرى وشو يسوون، ولا عندهم طالع عماركم لا شغل ولا ضمنه، هيداهم يتفكرون في العرب منو ياهم منو سار عنهم وشو كلوا وشو شربوا، وهذا نوع من أنواع الحسد أبدا لا يختلف في ذلك اثنان، هذا ما بمغي ولا بسوالف، حسد بعين. فالآدمي هذا الحسود إن شافك في خير حسدك، وإن شافك في شر ضحك عليك، يعني في الحالتين في الحالتين ما بيازله، إن شافك في خير حسدك وإن شافك في شر ضحك عليك، يعني دميت كلني السمج غفيت كلني الطير، يعني غادل لك الآدمي هذا شرات الحصى انطاحت على خمرة راسك طرته وانطحت انت عليها انطر راسك، في الحالتين انت المتكلف. ان شاف عندك خير وشاف عندك بيزات توحاك، شو يباهن هالبيزات متى بيوجفن شو بيخلصن وشو وبيازن طال عماركم يكود فيه بالمزمة بلا ما يتصدق وبلا ما يزكي وبلا ما يعطي، ايش دراك بنتي يزكي لو ما يزكي، تصدق ولا ما تصدق له رب يحاسبه له رب يحاسبه، انت كجا مرحبا تجلس تتوحى العرب اللي ما تصدق وما، وان شافوك هالحساد باني بيت يا ربي شو يبون بيت هالمتن عنب وثرم بيحكمونه، لا ودروازي يقول لك كم كبرها وشو يبقى بيت هالكثر حجر فيه منو عنده حق هالحجر، ترى بياخذ وطره وطر غيره بيعيش شداد بن عاد حق هالقصر وييلسون لعاده، وليش باني بيت هالمتن وشو تباه ما يعني نقصون عليك عيشك يسكون على خدا مالك، لا ياكم ابوي بعاني حق فراش ولا يبعاني ابوي حق ستاير، شو يخصكم انتو في الوادم متعنين بالصرفين، ولو ما عنده بارك الله فيكم ابوي ما وزع عمر ببيت هالمتن ما تنقز الا السمين ما تقص السكين الا من قو نصابها، زين اشتغلوا عيالهم رد عاد افتر هذا الحسود عاد هذا كل اليور المنكر عند الحسود، تفكر في عيال اللي بيشتغلين ترعى دحين بيتوحمنوا عيال يرانه عيالهم اللي آزمة ولا سفرة وقناصل ورتب ومدرة وكلة، وبيازم أبوي يتوحاهم يا حظ عليهم أسميهم محظوظين الحظ للشلقة والبلقة وخايبة الرجع، ولو ما عندهم واسطة ونه ما عينوا عيالهم في هالوظائف العالية، أبوي تعينك أبوي شهادك هالزمان أبوك أبوي سار الله يغفر له أبوك ويدك هاي الأبوي توفى وحينه أبوي الحين ما ينفعك إلا شهادك، عندك شهادة بتتعين ما عندك شهادة، عندك شهادة وعندك ثقافة وعندك خبرة بتتعين في أخير الوظائف وما عندك شهادة ولا خبرة حمالي على الفرضة ويخق عليك بعد، والحسود عاد من يشوف عرسن بنات الوادم يا رب البيت والحرم في سنتين يوزوا سبع بنات سبع بنات كلهن عرسن، حتى النصيب حتى النصيب حاسدين عليه، هذا نصيب من الله ابنيات وياها نصيبهن انت وين سايرين اسميها مصيبة، وهذا طال عماركم من واحد من هالرستاق يقول لو ما الحسد ما مات احد، شوف انت وصف هالرستاق روحه بعد قوي، تعرفون عادة هالحسود اللي حسد ياره على عرس بناته لان بناتهم طايحات في جبودهم عندهم 8 و10 بنيات طايحات في حجالهم، ما يقول ابوي هذا نصيب متى ما الله كتب حق بناتي النصيب بيعرسن، ويوم ما الله كتب ما باليد حيله بيوت هاليد ضامتنهم، ويوم الله يكتب النصيب ييها اخر الريايل هاي المتعوز به اللي تعوزه بدوم تاخذ خيار القوم، هذا قدر من الله سبحانه وتعالى. طال عماركم انا الحين وصلت البيت الحمد لله، لا صليت ولا شيات لين امر هالساعه بوصل بنزل وبتمسح وبصلي بعين من الله، انزين وبقيل هبا قيل يعني بشوف بطي يمكن اطيح ساعة ولا نص ساعة وبرمس وياكم في الليل، السالفة تراها طويلة همات الحسد وايد طويلة وبنرمس ان شاء الله من عقب الساعة 11، سالفة الحسود هاي وايد خراريف عنها خلاف في الليل بنكملها، لا تنسون يلا مالا.
الحين عادي يتجاب لنا، حطينا عاد ادوياته، حطينا ادوياته يتجاب لنا عليه بحنتين هلين بعد على الاقل 3 ساعات من ترى ضو زود ضو ما شيء ابويا، هباب تلحق الجدر الضو، هباب تلحقه، شيء بسيط قوت عن لا يموت، شيء بسيط لا يذكر. انا اخلي الضو قاصر زياده عن اللزوم، على هالاساس تاخذ وقت وايد لاني اسويها على دوبي، ما شيء كاظني القوم ما تروغني. ما شاء الله عليهم دواركه وام الحنايا، هابات ريح ما عندهم في الشيطان طريق، ما حدا خير عنهم، القوه اللي في الدنيا كله فيهم. يريحون ابوي هاي الحين 5 دقائق هاي اللي يردون ابوي هاي لك بعد 5 دقائق. ديك الحمام ويا فرنشا، البيض روحهم والسمر روحهم. الحين تازم ابوي الدهن تقول على عمرها وتقول على عمرها، هي وبزراتها ودوياتها كامل لين من تصير تعتزل الخلاصه تحت طفينا. هبلها تطفي تطفي وتتريل مريل هالعود لين يصير ويبرد ورا باكر، يا الله يا الله يبرد هذا. جهنم غادي بركان. شوف الله عليكم، والله انه قاعد تله وهي وهي يتوهي كم ما تحتاج تليفون يا ابوكم في الجده، ما يسوى عليها تصويره انا سناب شات. مساكم الله بالخير، نص ساعة باجي لي ومن أخلص إن شاء الله سيدي بسير البيت أسب أكملكم خروفة الحسد الظهرانية. إنزين طال عمرك برد على سالفتنا الظهرانية مالت الظهر مالت الحسد، الحسد اللي في العرب هاي اللي إنزين، وإن صرفت العرب وتشرغت وكرموا الناس وفتحوا ميالسهم قالوا شو غادي عليهم يلعبون بالفلوس، شو ردهم بيكون؟ شو غادي عليهم يلعبون بالفلوس لعب؟ هب تعبانين فيهن؟ كيف يعلم بتعبانين فيهن؟ انت ليه تعبان مثلا؟ انزين هذا الحسود عاده من شاف ياره عنده خير وايد يغير يقتصد يقتصد ومتواضع ويعني ما يصرف الصرف اللي هو بالبذخ، شو بيكون رده؟ بيقول رد فضل عنهم، وليش ميبعين هالبيز وليش ما يصرفون وليش ما يتشرغون؟ يعني ان تشرغت اللوادم محسودين وان اقتصدوا محسودين، يعني شوف يعني الحسود هذا متعني ومتصرف في كل كبير وصغير، ان شاف راعي تجاره ربحان تجارته ينينونه، حتى اليود يوم حد بيود على حد بشيء عنبو حد يزيد الهرموز ملح ابوي ما يزدادون ابوي الخير فوقهم متحتم حد يعرف. ترى من المتعارف عليه ان الحاسد عاده عنده خير لكن حارم عمره، يطالع اللي عند اللوادم وينسى اللي عنده ولا يصك اللي عنده ولا يصك ويالس ابدا يطالع الا بعيونه، يحرس الصبح ومساء يحرس المال وعينه على ياره، شو ياهم منو طرشلهم شو عندهم شو دخلهم عيالهم معاشاتهم كم، مال مهر اللي يراقب العرب، لا خير في مال يقل نفعه لو هو مثل الطعوسي هال، شو الفايده شو الفايده حمل هذربان هذا كله كن يده في مسيره خراب. يا جماعه الخير محينه على ما قال متوصف، ما بك من النصيحه بك من يسمعها. انزين يلا برايكم عاد رقاد حتى لساني ثقل، يلا تصبحون على خير.